أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا مدرس في مدرسة التحفيظ يقول إن السجود لغير العبادة جائز، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، واستدل بقصة أبوي يوسف عليهم السلام. وقد اقتنع كثير من الطلاب بهذا القول لمكانة المدرس عندهم، وقد اتفقنا على سؤال أحد العلماء ليفصل في هذه المسألة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ولا يجوز السجود لغير الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا، لو من باب الفرض، كما في قول لو: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. هل الرسول يشرك؟ لكن هذا من باب الفرض، من باب الافتراض. فالرسول يقول: لو كنت آمرا، يعني افتراضا. فهذا من الغلط، هذا الاستدلال، وهذا إما أنه جاهل وإلا أنه يريد التعمية على الناس. وأما قصة يوسف، هذا السجود تحية، وهذا جائز في شريعتهم لا في شريعتنا. شريعتنا حرمت السجود للمخلوق سواء كان عبادة أو تحية، حتى الإنحناء بالرأس ما يجوز، فكيف بالسجود؟ شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بخلافه فلا يجوز، يصير منسوخ، يكون منسوخ شرع من قبلنا. فهذا استدلال باطل، وهذا يجب أنه ينقض هذه الفتوى ويخاف من الله عز وجل ويرجع للصواب. نعم.